عودة لكم بحماس لمتابعة برنامج سالو سالو ما في غيره. هلا هيدي اللعبة أنا منتظرها، يعني شو بدي أقول لكم، صار لي سنين بحلم فيها وأيام وأشهر لحتى تتنفذ هيدي اللعبة. اسمحوا لي أسألكم صبايا كيف كانت اللعبة الأولى؟ إن شاء الله ما تعبتوا. ماشي الحال. ماشي الحال. طيب قديش بتعبوا لما تكون عندكم سهرة أم عرس، بتكون تلبسوا كعب عالي، بتضطروا ترقصوا كل السهرة كرمال يضلكم حلوين وما يطلع لبرا، ورفيقتي ما علت الكعبة بعلي الكعب مرتين وبرقص وبدبك بالكعب بس ما يطلع برفيقتي. مظبوط. وتنتهي السهرة على طول الكعب بالإيد والباليرينا بالإجرين. أكيد. حافين حافين، مش الكعب بالإيد. شي مرة تمنيته لو هن بيلبسوا الكعب؟ ايه دايما. يا ويلي هلا بلشوا الصبايا يفاضوا فضولي، ليش الايه؟ ليش الكعب؟ ليه؟ لانه على طول بيقول لي بس تلبسي كعب بدك تقلبي. اه مش انه بيقول لك مبينة عن جد شكلك. وانا كل مرة بعلي اكثر. بتعلي اكثر كلمة ما تقلبي. باميلا انا ما بحب الكعب، بيقول لي خليكي هيك سبور وانا بحب الكعب. ليه؟ أقول لك بخاف انه من عامل الطول، يعني انه ما تكوني بينه اطول لانه من طول بعض بالمبدا. ايه اكيد. ايه صح؟ صح. ما في شاب يعني انه معظم الشباب بيحبوا لما الصبي يلبس كعب انه ببين هيك ممشوقة القامة. ايه انا جوزي لا عادي. ما عمرك نفس الطول على مستوى الطول. ايه. ما فينا نلبس بس عادي. انت اذا بصحتك تلبسي على طول كعب ما بتقولي لا يعني. سمح. انا ما بحب دائما البس كعب لانه اوريدي طويلة. بس انه بيناسبني حتى لو لبست كعب مش عالي يعني. طيب هلا اذا مش عالي لبس كعب شو اللي بصير؟ واو ان شاء الله. لنشوف قد ايه بتعمل كل امنياتكم رح تتحقق بهيدي اللعبه. يا الله. ميرنا نعنوع. نعم. البدايه رح بتكون من عندك واول جوله رهينات رح تبدا من عندك. اللعبه بتقول عليك تراهني على كم ثانيه بيقدر ابراهيم يعمل خمس برمات بالاستوديو ويتخطى كل الحواجز اللي ممكن تخطر ببالك هو ولابس كعب. قد ايه ارتفاعه؟ يعني اذا بدك خمس مرات يعني اذا بدك في عنا 30، عنا المروس، عنا الراك، كل شيء. شو بتحبي انت تعزمين احنا جاهزين؟ كلهم كل بده يشكل بالكعوبة يعني؟ بده يركض بالكعب يا حبيبي وبده يتخطى حواجز رائعة. اذا واحد وقع بيخسر دقيقة يمكن كثير دقيقة كثير قليل يعني قليل؟ خلينا دقيقة صراحة ما مجربته ولا مرة بالكعب هلا أول مرة. إذا بيقلب واحد بيخسر ولا انتبهوا الشخص يلي بينفذ المهمة بأقل وقت ممكن هو اللي بيربح. يعني ميرنا حطت إبراهيم تحت ضغط عالي جدا. يعني هو بدقيقة بده يركض، معه 60 ثانية يركض خمس برميات، الله يعينك يا إبراهيم. باميلا 50 ثانية. لحظة لحظة لحظة. مشاهدينا أكيد أنتم مثلي هلا اتفاجأتوا صبايا. عيد عيد معلكم شغلة. شكلكم مش عارفين شو القصة. عملها 50 ثانية، هو بالأيام العادية إذا بده يبرم الاستوديو خمس مرات مع الهيدا بده دقيقة، مع كعب 50 ثانية شو بدك تقتليه؟ إلا تنتقم بدنا نرده صاغ. حدا قال لكم مكتوب شرير هون؟ عم لكم مش منطقية، عم تكون رهاناتكم كثير متدنية، يعني مش معقول ب 30 ثانية، لا سوري 30 ثانية ما بيبرم خمس برمات. برمي إلا. طيب. سفروا لي ال سفروا لي الرهانات بنسفرهم نرجع نبلش من عندك ميرنا. انتبهي الحد الاقصى هو خمس دقائق، يعني ماكسيموم فيكي خمس دقائق ونزول. ميرنا اربع دقائق. اربع دقائق ميرنا. باميلا ثلاث ونص. ثلاث دقائق ونص. ميرنا نمر ثلاث دقائق. ثلاث دقائق بعدنا بالرينج المضبوطة. سمع حدا قال ثلاثة ونص. ثلاثة ونص مع باميلا. في دقيقتين دقيقتين ونص. ثلاثة وعشر ثواني. ثلاثة دقايق وعشر ثواني. هذه كانت أول جولة من الرهانات. بنعدل الرهانات وفيكم تنزلوا. ميرنا أوطى شيء قد إيه هون؟ لهلا ثلاثة دقايق وعشرة. ثلاثة دقايق. بس ثلاثة دقايق. صح. خلص خلينا على الأربعة.
ميرنا نعنوع بضلك على اربعه. ايه انت صاحبه اعلى رهان، يعني مش كثير منطقي. باميلا 3 دقائق ونص، خمس برمات 3 دقائق ونص كمان كثير يعني. طب دقيقتين ونص نزلهم. ميرنا دقيقتين ونص. باميلا 3 دقائق ونص. ميرنا نمر 3 دقائق. مين قال دقيقتين ونص؟ سماح مرتك 3 دقائق و10 ثواني. مين قال رياضي؟ لا لا سريع. دقيقتين سماح، دقيقتين، دقيقتين ونص مع ميرنا نعنوع. باميلا 3 دقائق ونص، اما ميرنا نمر 3 دقائق. والبدايه بهذه اللعبه رح بتكون مع صاحبه اعلى رهان باميلا وامير. البدايه رح بتكون معكم ب 3 دقائق ونص، تفضلوا لعندي. جرب 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 هيك. أصحاب أعلى رهان بهيدي اللعبة، 3 دقايق ونص وهيدي الجولة الأولى على 2000 نقطة عم تلعب. تفضل لو سمحت فرجينا الكعب. أوه شو الشعور؟ مزعج لدرجة. بس أكيد هي مبسوطة. لا مش مبسوطة، بس تعرف نحن شو بنتعذب. أها أيوه أيوه أيوه. عارف شو بدك تعمل؟ عندك حواجز ومطبات، خمس برمات راهنت إنك تعملها ب 3 دقايق ونص. ان شاء الله سمباتيك هيك بالكعب طالما كثير مرتاح. شوفوا اللي جاي بعد. في اي شيء بتحب تقولي له اياه؟ طريقه معينه او او اكيد فيه يعمل. كيف بمشي؟ كيف يمشي؟ اجر فوق اجر ولا اما شو؟ امشي على ريحتك، كبر فشختك بس. كبر فشختك، تفضل انزل على الدرجه. 3 2 1 جو. موز طبعا، قشر الموز واضحة. ها شد القشر. اوه نو، هلا على الرمل. ايوه 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 اوكي. الحواجز اوه والله والله مش هين. يلا اسرع اسرع، اول مره بعد في اربع برمات. يلا ايه اوكي ايه انتبه. يلا اثنين ثلاثة. لا انتبه. شد. اوه ايوه الكعب 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 الكعب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يلا واحد اثنين. ما عم يسمعك على فكرة أبدا. بعد اثنين هاي الثالثة. يلا هلا فتنا بثالث برمة. لا اسمع برافو 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 برافو. هاي هي ماشي اكسبير صار. اولي اوه يلا اوكي. لا هلا برافو عليك، عم بتفوت برابع. هلا حنطرق اذا بتوصل لعندي لهون. يلا الرابعة الرابعة بعد في غير هاي وحدة. يلا اسرع في 2000 نقطة، في 2000 نقطة بعد عنده غير هاي وحدة. اوه اسرع شيلها 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 الموز اسرع. ايه 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 يلا اوكي اوكي يلا اسرع اسرع. هيك مش مبسوط ولا اهضم من هيك. يلا يلا بعد عندك برمي غير هاي. قلبي على 2000 نقطة. يلا 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 اخر وحدة اخر وحدة اخر وحدة. يلا يلا يا امير بسرعة. ايه 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 لا لا امير يلا اسرع اسرع. واحد اثنين ثلاثة. ايه 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 راح امير جاي لها فريم ايد فريم ايد. اوه ايوه ارجع. يلا يا امير واحد اثنين ثلاثة. اجاك على كعبه. اجاك هون اجاك هون. اوكي اوكي كعب لا يوصف. وجع يوصف.
راهنتوا على 3 دقايق ونص. شو بتقولوا الوقت الحقيقي اللي استغرق أمير لحتى ينفذ المهمة؟ 5 برمات وفعلا اندفع وكان رائع. بس هل هيدا الشيء بيعني انه أمير قدر ينفذ المهمة ب3 دقايق ونص؟ شو؟ أنا بقول إيه. أمير شو بتقول؟ يعني عملت إفور كثير. بما إنك أنت لابس الكعب برنامج اسمه اسألوا مارتي والكعب للصبايا، الوقت اللي استغرقك لتعمل هالمهمة هو أقل من 3 دقايق ونص. بدي أقول لك مبروك لأنك لابس الكعب. متفق معك. يلا حبيبي تعرف عليك. يلا باي للسيارة. أما التحدي الثاني فهو مع شادي وميرنا نمر. 3 دقايق يا شادي بالكعب، تفضل. أوه نو، تفضل على أول درجة. عيني. شو شادي؟ 3 دقايق معك. يعني أصعب مهمة هيدي معقول أعملها. أصعب مهمة، كيف الشعور بالكعب؟ واو، أنا بقول كثير كيوت. كثير حبيتيه. بدك تشوفي كل حدا طالع شيختي، مثلا الأمير لأنه قصير طالع الكعب عليه هيك كومباكت، بتحسوه هيك مدروس. هلا بعدين تشوفوا شوي التفاصيل مع المشاركين اللي جايين، كل واحد بسم الله كيف بيصير الكعب يبين معه. هلا شادي الكعب وعندك 5 برمات معك 3 دقايق، المهمة أبدا منا مستحيلة طالما أمير قدر يعملها تقريبا ب2:40. يلا إن شاء الله خير. شو حتشجعي؟ أكيد. حتنتقمي؟ فيها شهادة، فيها شهادة انتقام. شو؟ 5% 50% 50 50. 3 2 1 جو. ايوه يلا. ويلك من الله، ويلك من الله. سعيدي هو محلك خطير. هرب هرب. هلا عم بفوت بثالث برمي، يلا الثالثة، يلا هلا ابتدت ثالث برمي. يلا بعدك عندك غير هاي 2. قولي له شيء. لا 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 يا مخوار. اخ هالشيء عم بكب حاله كم. يلا انطلقت رابع برمي، بعد في غير هاي وحدة. شايفة؟ لا 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 يا رب دخلك. نص الرملات مش الأولون. يلا بقى نمشي من أول الرملات لآخرها، هيدي آخر برمي. يلا يلا يا شادي، يلا يلا. لا لا. 1 2 3. زورو من اول الرملات، من اول الرملات. ايه رجع رجع شوي بالرملات، رجع رجع امشي بالرملات فشختين. 1 2 بعد يلا رجع. تعا 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 بسرعه 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 بسرعه. 1 2 عادي انسى كسر. يلا برافو. واخر اخر وشعورك بالكعب العالي؟ ما في خاطبة. قالت لك صبايا بغشوا بالكعب، لما بيلبسوا كعب بتلاقيهم هيك دغري بتصير ممشوقة القامة، بتبين هيك جسم وطويلة ورفيعة، سبحان الله الكعب شو بيعمل. بس على الشباب بيعمل مجزرة. شو مجزرة؟ بيعمل شو كل شيء بيعمل. بس بدي أقول لك شغلة، قول. أنت راهنت على 3 دقايق، بالأحرى
ميرنا اللي راهنت عليك. قد ايه بتقول كان الوقت يلي استغرق لتنفذ هالمهمة؟ 3 دقايق. ميرنا ما بعرف، ما عندي فكرة تقريبا. 2:11. برافو عليك بطل. إلى جانب السيارة، تفضلوا. أما التحدي الثالث والجولة الثالثة من اللعبة الثانية رح بتكون تحديداً مع إبراهيم وميرنا نعنوع اللي راهنت عليه ب2:30 ينفذ المهمة، تفضلوا. تفضل. واو واو واو، شو هيدا؟ ايه كثير حلو، اسمه حلو. سوري يعني بدي اقول لك شغله ميرنا، نحن حبينا هيكون هيك لميع، يعني انه يعطي هيك شويه افيه، لانه هو لابس انسامبل هيك اسورتي كله جينز. وقفنا علينا شوي بعد، كيف حاسس؟ طالع الصوت. هلا انا بدي اعتذر منكم لانه مش عامل لي ضفيري، كرمال هيك حطيت الكاسيت. جرب ما توقع. ايه جربوا، اللي قبله ما وقع. هو خفيف. خفيف شو قصدك؟ خفيف الدم قصدك؟ وزنه خفيف. معكم 1000 نقطة، وأنتم بحاجة أيضاً لهال 2000 نقطة بهاللعبة، أنتم بالجولة الثالثة ما قبل الأخيرة، لأنه رهانك هو 2:30، بينما سماح راهنت على مشعل إنه ينفذ المهمة ب2، وبحال قدر ينفذ المهمة بنقول لهم مبروك. عندكم شانس كثير كبير، بما إنه لحد هلا ما حدا عملها ب2 على القد، يعني 2:11، 2:40 كانوا الأرقام والوقت اللي استغرقن، فكرمال هيك في عندك تشانس كثير كبير. اوكي ما تكون سريع رشيق وما تغلط، لانه شايف شو صار فيه لشادي، حتى نكون عادلين مع كل مشاني بعد زياده على الرمله. ولا كنا حنبرمه بعد برمي سادسه يا لطيف، ما حدا كان بيعرف شو بيصير. جاهز؟ شوف شو حيصير. يلا ما تخلي الموزه معلقه، فيك تحكي معه وهو ماشي، يعني انت خليكي معه عم بتواكبيه، تقولي هلا في مطبه، هلا وقف كو بايلوت. 3 2 1 جو. يلا يلا شوي. ايوه برهوم. ايه 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 شيل الموز ايه ما تدعس على الموزة. برافو برافو، عمهلك عمهلك عمهلك. يلا تعال رمليت. اوكي معلي، هلا بنزيد لك فشختين زيادة. ايوه عمهلك. يلا اول برمي. انتبه على الموز، انتبه على الموز، ما كثير تسرع على الموز، على قشر الموز طبعا، مش مضطر. يلا الرابع. انتبه لا تعلق الموز باجرك. اركض بعد في وقت، يلا ما في وقت. عمهلك. عمهلك روق. روق من اول الرملات. من اول الرملات، رجع في رجع بالرملات لورا، يلا قرب لقدام، قطع، يلا. ده صاروا. يلا ماشي حالك، يلا كفي كفي. يلا 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 يلا. هي اخر وحدة. هي اخر وحدة صح؟ يلا. عمهلك هي اخر وحده، روق. وين عملك؟ ما فيك تبعد بعد 2:30. خلص عمرك ترجع. يلا اول الرمله، اول الرملات راح الكعب. انتبه عمهلك. يلا 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 برافو. اوكي بس مالله عليك، شو رشيق، وين جايب هالخفة؟ خفة الدم وقف هون عمل هيك وحدة هيك، عرفت انه جونجلور يعني. توازن فظيع ومع كعب. راهنتي على 2:30. جايبن لا؟ في خبرك شغلة، مش انه جايبن عادي، يعني هيدا رقم قياسي بالبرنامج، 100 دقيقة و38 ثانية. برافو عليك. ألف
مبروك بدلوا الى جنب السياره هيدا بفكر غير النعل وصير البس كعب. يلا حبيبي يلا موفق باي باي بس ظبط الضفير اوكي يه. اما الرهان الادنى واللي ممكن ايضا يكون يخول سماح ومشعل يربحوا 2000 نقطه كان الرهان على دقيقتين تفضلوا سماح ومشعل يلا سماح تفضلي خلينا نشوف مشعل اوه اهلا اهلا تفضل اهلا وسهلا بونسوار شو اخبارك؟ اوكي بدها شوية توازن عليك تنفذ المهمة بدقيقتين ابراهيم قدر ينفذ المهمة حتى بأقل من دقيقتين هيدا أمل لإلكن يس لأنه أنتم بحاجة لهال 2000 نقطة دعمك أساسي اوكي انسى كل شيء حواليك تحياتنا لكل اللي بحبوك وعم بيتابعوك بس مضطرين مضطرين كرمال السيارة جاهز؟ جاهز 3 2 1 جو يلا رن رن تاني برمي اولي عم نرقص هون يا هلا الثالثة يلا يلا يا مشعل في 2000 نقطة وفي سيارة موديل 2015 اولي يلا يلا عيد يلا مشعل يلا رابع هلا فتنا برابع برمي يلا جو بعد عنده غير هاي وحدة دعمك اساسي على فكرة يلا يلا ايه يلا فشختين كفر فشختين ما عم بسمعك عم بسمعك يلا خامس لحظة خامس لحظة يلا يلا كفكلي كفي فخطك يلا 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 فخطين شوي 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 يلا يلا بلشت لبسي كعب خلص هيدا المطلوب ما بقى تلبسي كعب بده زقفه لا ليتعلم يهديني وما يرقصنا ايه ما يرقصك سام يلا ايه بيتبرجر عليك انه ولو ليك انا بعدني كثير منيح شفت الكعب شو بيعمل؟ بيقتل بيقتل هلا في دقيقتين ولا لا؟ شو بتقولي؟ فيه؟ شو بتقول؟ اكيد فعلا أمرار الواحد لازم يتحدى نفسه لازم يعلي سقف الرهانات لحتى يدفع شريكه أنه يخاطر ويعطي من قلبه لحتى يربح لألفين نقطة وطبعاً هيدا اللي صار مع سماح ومش على أقل من دقيقتين تفضلوا ثانك يو الألفين نقطة من نصيبكم أما إذا حابين تعرفوا اللعبة الثانية تابعونا